النهاردة هطلع أعلى قمة جبل موجودة في مصر. إحنا في رحلتنا عشان نطلع جبل موسى. وين صباح؟ الشمس طلعت، بص المنظر هنا عامل إزاي؟ منظر الجبال مع شروق الشمس حاجة بجد تحفة. الحوار صعب قوي الصراحة في النزول، بس المنظر مبهر الصراحة. بص المنظر حواليا عامل ازاي. هنا دي اعلى قمة جبل موجودة في مصر، لازم تخلي بالك في كل خطوة. النهاردة معايا جوين، هتطلع معايا الرحلة دي. الرحلة دي هتكون صعبة جدا، هي النهاردة اللي هتشاركني الرحلة دي. Alors aujourd'hui on va visiter le monastère de Sainte-Catherine. هنطلع ل 2285 متر فوق سطح البحر. الموضوع هيكون صعب جدا. هناخد الرحلة من بالليل لغاية الصبح وهنحضر الشروق كمان فوق. We will go. Yes, let's go. Yes, let's go. Let's go. Let's go. We will do. On l'a fait. Oui, Hugo. Allons-y. Allons-y. دلوقتي بدأنا الرحلة بتاعتنا في سانت كاترين عشان نطلع أعلى قمة جبل موجودة في مصر. النهاردة معايا جوان. Hello. والنهاردة هي صديقتي في الرحلة سانت كاترين. قدامنا طريق طويل قوي، المفروض ان احنا هنوصل قمة الجبل. فاكر لسه اليوم طويل معانا او الليلة طويلة معانا. Of the moment, Vicky. I'm yes. happy. بدأت القصة على الجبل ولا ايه؟ اه طالعين طالعين بيقولوا كده بيقولوا كده ايه؟ هتكمل ولا اهو هنشوف هنشوف هنهنج ولا ايه الدنيا؟ اه stay strong. Yes, I stay strong. Okay. I try. See you. C'est une super lampe de poche et des super bâtons de marche. Tu vas prendre le temps de trajet bien plus vaste. Et de la nourriture et de l'eau. Et l'aide des chapeaux. في ريست طبعا ممكن تريح فيه وتاخد البروتين بار بتاعك. كنت تاخد بروتينات. يومنا مثلا؟ يس. الموضوع هيكون اسهل بالنسبة لك لان كل فترة بيبقى في ريست ممكن ان انت تقعد تريح فيه. حابب ان انت تشرب حاجة او تخش حمام. موضوع سهل يعني مش صعب. والموضوع بيكون ممتع ان انت تاخد الرحلة كلها من بالليل لغاية الصبح، تحضر الشروق الصبح. Nous marchons vers le plus haut sommet d'Égypte, là Moïse aurait parlé avec Dieu.
Le chemin est pour le moment assez vaste. Ça se passe bien. Nous sommes bien équipés. دلوقتي احنا واخدين ريست، لسه قدامنا شوية كده لسه نوصل على هنا، بس قشطة. يعني الحوار متعب هيبقى ليك لو انت بتدخن بس، لكن لو انت بتشربش حاجة وصحتك تمام يعني قشطة، تاخد القانون تلاقي نفسك بتجري يعني في الصحراء. Ah, ça devient dur. Mais on reste pas. It's okay. It's okay. You can tell. Elle est telle. Les يبقى في ريست برضك لو انت عايز تشرب حاجه، لو انت عايز تخش حمام، الدنيا بتبقى ايزي برضك، وبتبقى تجربه جديده كاكسبيرينس، الموضوع بيبقى في اللذيذ يعني. What's next? أنا مش قادر أخد نفسي، وأنا جامد، جو بدأ يسقع جامد، بس هكمل، أحاول إن أنا أصور الشروق من فوق. والله يا سيدي une super lampe de poche et des super bâtons de marche. Tu vas prendre le trajet bien plus vaste. La nourriture et de l'eau. Et l'aide des chariots. قربنا نوصل، جو ساقع متلج قوي، موضوع صعب جدا. النهار قرب يطلع عشان نوصل لأعلى قمة جبل موجودة في مصر. قربنا نوصل، حوار بدأ إن هو يكون صعب. لازم تخد بالك، أخيرا وصلنا لأعلى قمة جبل هنا في سانت كاترين، جبل موسى. أخيرا وصلنا لقمة جبل موسى بعد رحلة طويلة جدا من بالليل لغاية الصبح. خدنا تقريبا 5 ساعات من الساعة 1 بالليل لغاية شروق الشمس. How do you feel now, Joan? Wow, it's هنا أجمل فيو ممكن تشوفه في حياتك، قمة جبل موسى. بص الفيو والمنظر عامل ازاي، سبحان الله.
بجد منظر تحفة، أجمل منظر ممكن تشوفه في حياتك هنا في جبل موسى. علي شوين مبسوطة جدا بوصولنا لقمة الجبل بجد، حاجة منظر رهيب جدا، منظر مهيب. تقدر تصدق ان المكان ده فعلا ربنا تجلى عليه، عظمة المكان. المكان ليه رهبة كبيرة جدا، تحس كده ان انت في مكان بجد ليه هيبة. How you feel now? Oh, you like this place? Oh, yes, very nice. Really? Yes. منظر هنا يا جماعة تحفة، منظر الجبال مع شروق الشمس حاجة بجد تحفة، ما اقدرش اوصف لك المنظر هنا، لازم انت تشوفه بنفسك، دي الحاجة الوحيدة اللي تقدر انت تحكم فيها على المكان. دلوقتي احنا نازلين، الحوار صعب قوي الصراحة في النزول، بس المنظر مبهر الصراحة. بص المنظر حواليا عامل ازاي، حاجة بجد تحفة، كلمة تحفة دي شوية، منظر رهيب جدا يا جماعة. هنا دي أعلى قمة جبل موجودة في مصر، قمة جبل سانت كاترين. جوين يوكي؟ Yes, perfect. Really? I discovered the road. Yes, please. With the light. Yes. بص المنظر عامل ازاي من حواليا، لازم تخلي بالك في كل خطوة لأن الموضوع مش سهل. ربنا يستر وننزل من هنا خير، ربنا يسهل كده. بسم الله، خلي بطن نعمل خطواتنا. جوان يوكي؟ بيرفكت. ريلي؟ يس.
لو عجبتك رحلة جبل موسى ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك وفعل زر الجرس.